الازدحامات. أنا أسألكم سؤال للجميع، إذا أول العيد الناس بتروح المجمعات، لما توقف الدورية عند مدخل مجمع السيف والزحمة واقفة واصلة من مجمع السيتي سنتر إلى السيف، أي واحد من الأخوة والأخوات يتفضل عندنا، شنو ممكن حق رجل المرور يعمل عشان يمشي الحركة إذا ما في مواقف في داخل المجمع والخط الازدحام واقف خط واحد؟ فبالتالي أنا موضوع الازدحامات أنا أتوقع أنه يحتاج في جهات ثانية ممكن تسألونهم، لأن المرور ما يملك أنه يوسع الشوارع، المرور ما يملك أنه ينقل مجمع من أي مجمع ثاني، وبالتالي ما يملك أنه يقول حق الناس لكم فترة معينة وتطلعون من المجمع. فأنا موضوع الازدحامات هذه كمثال.